سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ما يتعلق بكتاب العتق، واليوم عندنا باب الكتابة، فنأخذ ما يتيسر من فصوله لأن له قرابة 4 فصول. لكن قبل أن يبدأ الشيخ، سألني أحد الأخوة، لأن نحن حديثون على النص في الأسبوع الماضي، يقول: قال المؤلف في الأسبوع الماضي: يحصل العتق بالقول وصريحه، لفظ وصريحه لفظ العتق والحرية، كيف تصرف أو كيف صرف؟ الأخ يعني يسأل، يقول: ما معنى كيف صرف؟ يعني مثلا يقول: عتيق، عتقت، أنت معتق، نعم، أنت حر، قد نلت، أي تصريف من تصريف الأفعال، هذا المقصود به. فأردت معنى كيف صرف على أي وجه، يعني لا يلزم هذا اللفظ، ما يدل على العتق بلفظه أو الحرية، فكل هذا على أي وجه صرف فهذا هو صريح العتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتابة، تسن كتابة من علم فيه خير، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة، في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية، ولأن عمر رضي الله عنه أجبر أنس رضي الله عنه على كتابة سيرين، والأول أظهر. والآية محمولة على الندب، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقول عمر رضي الله عنه يخالفه فعل أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكتابة. بالنسبة للأحاديث التي معنا والآثار، أثر عمر صحيح، نعم، الذي مر معنا فهو صحيح. الكتابة سيأتي تعريفها، لكن هذه مقدمة. قال المؤلف: تسن كتابة من علم فيه خيرا، أي مكاتبة من علم فيه خيرا، لقوله تعالى في سورة النور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمقصود قالوا الخير، قيل الصلاح كما عندكم هنا، وقيل هو الوفاء، وقيل القدرة على التكسب، إلى غير ذلك. والأمانة. الشاهد أن المؤلف قال إنها تسن، وأشار بعد ذلك إلى أنها قد تكون واجبة لمن علم فيه خيرا، وذكر أثر عمر، لأنه أجبر أنسا رضي الله تعالى عنهم على كتابة سيرين، وهو جد محمد بن سيرين، أو والد محمد بن سيرين، فكان والد محمد مولى، أو فأعتقه، كان عبدا فأعتقه أنس. فالشاهد هنا أنه قيل إنها سنة، وقيل إنها واجب إذا علم فيه خيرا، لقوله تعالى: فكاتبوهم، حملوا الأمر هنا على الوجوب. ولا أريد أن أدخل بالخلاف، لأننا سبق أن اتفقنا على منهج معتدل في هذا الأمر، لكن مال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين إلى القول بالوجوب، مال إلى القول بالوجوب، وقال إنه قول قوي، لقوله تعالى: فكاتبوهم، فهو أمر ولا صارف لهذا الأمر، إن علمتم فيه خيرا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يعتبر واجبا. وأجاب المانعون على قوله لا يحل مال امرئ مسلم، قالوا: إلا ما ورد الشرع فيه، فإن الإنسان تؤخذ منه الزكاة، وتؤخذ منه بعض الحقوق المالية حتى لو من غير طيب نفسه. فالشيخ قال، خرج ودافع عن الموجبين، قال: الاستدلال بهذا الحديث فيما لم يرد به الشرع، أما نحن هنا نقول ورد به الشرع في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: وأيضا الدليل على ذلك أن الإسلام تشوف للحرية، والمكاتبة طريق من طرق الحرية. هذا الذي أشار إليه المؤلف، ومع ذلك فلا أستطيع أن أرجح، لا زلت
على ما اشتهر إليه المؤلف أنها سنة مؤكدة، أما الوجوب فيصعب أن أقول به، مع أن الشيخ محمد لم يجزم بذلك، قال قول قوي، لم يجزم بالوجوب، إنما قال وهو قول قوي، والله أعلم. فبعض العلماء اعتبروها من قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذا أيضا فيها خلاف العلماء، هل هو واجب من غير الورثة أو لا، وقد مر معنا، والخلاف في تلك كالخلاف هنا. لكن المؤلف لم يذكر بقية الأحكام، والصحيح أنه يمكن بالنسبة للمكاتبة أن تكون واجبة كل الأحكام الخمسة، وأن تكون سنة كما ذكر المؤلف، وأن تكره وأن تحرم وتباح. فيجب مثلا بالنذر، إذا نذر الإنسان أن يكاتب رقيقه فإنه هنا أصبح واجبا. وكذلك قالوا من الوجوب لو أن المملوك يناله أذى أو خيف عليه من الأذى فطلب من سيده أن يكاتبه لا أن يعتقه، والسيد لا يستطيع أن يدفع عنه الأذى، فهنا قالوا يجب عليه أن يكاتبه حتى، لأن هذا ضرر متحقق على المملوك على الرقيق، فنقول له كاتبه حتى، وأنت ما دمت لا تستطيع أن تدفع عنه الأذى وتعترف بذلك، قد يكون من أحد ظالم لا طاقة لسيده به، ففي هذه الحالة قالوا أيضا يجب. أما متى يباح؟ لو إنسان هكذا من باب اعتقه أو كاتبه لم يقصد الأجر قالوا هذا يباح. والمكروه قالوا إن خاف عدم التكسب، قالوا إذا لم يكن عنده كسب قالوا يكره. أما يحرم إذا غلب على ظنه أنه سيلحق بالكفار أو يرتد أو يكون عونا على أو يفسد في الأرض فهنا يحرم. إذن جميع الأحكام الخمسة كلها كما جاءت في العتق نفسه تأتي في المكاتبة، والله أعلم. نعم. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته. لا خل نكمل لأنه طويل يعني فيه. الآن يقول المؤلف بدأ يعرف الكتابة، بيع السيد رقيقه نفسه بمال. مرة أخرى أؤكد لكم حرصي الشديد على ضبط النص، نحتاج إعراب. هذا بيع مصدر، السيد مضاف إليه فهو مضاف ومضاف إليه، بيع السيد رقيقه هنا رقيق مفعول أول منصوب على المفعولية، نفسه يمكن نعربها أحد إعرابين، طبعا منصوبة نفسه إما مفعول ثاني أو نعربها على أنها بنزع الخافض أي لنفسه، بيع السيد رقيقه فنفسه بمال، فهذا هو التعريف. في الزاد قال هو بيع رقيقه نفسه، ما في كلمة السيد هنا، يختلف الإعراب. فبيع أيضا هنا مصدر، ورقيقه وهو المفعول الأول هو مضاف ومضاف إليه هنا، والفاعل الها يعني في الباع في فيه، ونفسه كذلك مفعول ثاني أو على المفعول ثاني أو بنزع الخافض أي لنفسه، وإذا نزع الخافض عاد الحكم لم تجر. هذا مهم جدا لضبط النص، لأن أحيانا الخطأ في القراءة قد تقلب المعنى تماما. فهذا تعريف المكاتبة، أي أن يأتي السيد ويبيع على مملوكه على رقيقه نفسه، أن يأتي الرقيق ويقول خلصني أعتقني مثلا، قد يقول لن أعتقك، قال أريد أشتري نفسي. طيب كم تشتري نفسك؟ كما سيأتي مثلا بعشرة آلاف كل شهر 1000 ريال، فهو في هذه الحالة باع على رقيقه نفسه، باع على رقيقه، باع السيد على رقيقه نفسه. وهذا يجعلني أخرج قليلا ونقطة مهمة للغاية أيها الأخوة التربوية، وسبقا أشرت إليها لا أريد أن أفوتها في هذا اليوم، وهي لاحظ المؤلف يبيع على رقيقه نفسه، فكما قلت مرارا هناك شيئان، أنت ونفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فطوعت له من؟ نفسه، بل سولت لكم أنفسكم، سولت لي نفسي وكذلك سولت لي نفسي. فهم هذه الحقيقة
يجعلك تتعامل معها معاملة أخرى في تربيتها وحجرها، فأنت كأنك شيء ونفسك شيء آخر. كما أن هنا بيع وشراء، الرقيق يريد طرف، الرقيق طرف يريد يشتري ماذا؟ هو يشتري نفسه، على سواء أدخلنا بدل شمول أو بدل كل أي غير ذلك. لكن التركيز على هذه القضية في القرآن أن، ولذلك في أدعية الصباح والمساء، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، إلى أن تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. تبدأ بشر نفسك، لأن النفس أمارة، وإن النفس لأمارة. أمارة لمن؟ أمارة للخصوم، للأعداء، للأقارب، أمارة لصاحبها. إن النفس وما أبرئ نفسي، فهو شخص ونفس. لاحظوا الآية هذه في سورة يوسف أيضا دقيقة، وما أبرئ نفسي، ففي تبرئة وعدم تبرئة للنفس. إن النفس متكلم الآن امرأة العزيز، لأمارة بالسوء، تأمر من؟ تأمر صاحبها. فإذا عندنا طرفان، نفس وصاحب النفس. ولهذا يكون إنسان تأمره نفسه بالخير وقد تأمره بالشر، يجعلك تكون أكثر ما تكون حذرا من أين؟ من نفسك. ولذلك في أوراد الصباح والمساء الحديث الصحيح أنك قبل أن تستعيذ من الشيطان تستعيذ من شر نفسك، لأنك إذا وقاك الله شر نفسك لا قدرة للشيطان عليك إطلاقا، لا يستطيع. لكن إذا كانت نفسك ستهوى مع الشيطان سيسهل لك هذا الأمر. فهي إذن قضية مهمة، ولا أريد أن أفصل كثيرا، وتستحق الحقيقة كلمة أو محاضرة أو درس، وأدلتها من القرآن والسنة والواقع كثيرة جدا، ذكرني بها هذا اللفظ فقط، وإلا ليست داخلة في موضوعنا والله أعلم. إذن يقول الكتابة هي بيع السيد رقيق نفسه، رقيقه نفسه بمال، وقيل هي شراء، وهذا تعريف الشيخ محمد يقول أفضل، لأن هذا التعريف يقول صعب. قال الشيخ محمد لو قال كذا كان أيسر، طبعا في الزاد كلام الشيخ ليس هنا، قال هي شراء العبد نفسه من سيده. الكتابة والمكاتبة هي شراء العبد نفسه من سيده. فإذا يتضح المقصود والله أعلم. نعم. قال بمال، بما يتمول، فقال لا تصع على خمر وخنزير لأنه محرم هذا، ولا يتمول، لأن لا المتمول هو ما يتمول به ويباع ويشترى، هنا لا يتمول هذا الخمر والخنزير. نعم. في ذمته لا معين. لو مسألت قليلا شيخ. نعم. مسألة أخرى شيخ. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين، مباح فلا تصح على آنية، معلوم لأنها بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع، منجم. نقف عند منجم لأنه باب مستقل. الآن ذكر المؤلف عدة شروط تكون للمكاتب. قال أول أن يكون مال، فما لا يتمول كالخمر والخنزير فلا يجوز. قال في ذمته لا معين، يعني ما يقول أريد أكاتبك على هذه العمارة، لأنه معين. لماذا؟ قالوا إن كانت هذه العمارة للعبد فهي ملك للسيد. إن كانت هذه العمارة اللي قال أريد أنا أشتري نفسي بهذه العمارة فهي أصلاً، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. طيب وإن قال لا ما في مانع على هذه العمارة، يريد إذا حررتني سأشتريها، فهو قد التزم أو باع أو تصرف بما لا يملك. فإذا لا تكون بمعين، ما يقول على هذه السيارة، إنما يقول لا معين في الذمة، شيء في الذمة كالسلم كما سيأتي. نعم. قال مباح فلا تصح على آنية، عندكم سقط في بعض النسخ على آنية ذهب أو فضة، لأن الآنية قد تجوز. لو قال له أنا أريد أبيعك على أن تأتيني بصحون أو قدور معروفة مضبوطة كما هو موجود الآن، أواني معينة معروفة المقدار معروفة المصنع، لو قال لي تأتيني من بهذا النوع من القدور أو الدلال أو الأبار أي آنية وهي منضبطة اليوم كما تعلمون، يمكن وصفها دقتها، هنا ما تحرم. فالمؤلف إطلاقه هذا يحدث إشكال، فإذا في إحدى النسخ ساقطة، ولذلك لا توجد في النسخة التي بعضكم، هي آنية الذهب والفضة، لأن آنية الذهب والفضة محرمة استعمالها،
فلذلك قال مباح. يختلف عن المتمول. متمول قد يقول طيب ما الفرق بين بقى الخمر والخنزير؟ لا، الذهب يجوز بيعه وشراؤه، لكن هنا آنية الذهب والفضة هي المحرمة، أما هناك بينما يعتبر مالا أيضا الذهب والفضة، إنما هناك ما لا يتموله كالخمر والخنزير والله أعلم. ثم قال يصح السلم، معلوم طبعا البيع حتى الجهالة، وسيأتي تفصيل لها، الجهالة لا تجوز الجهالة. طيب لو قال خلاص على كم قال نتفق فيما بعد، هذا ما يصلح يا أخوان. ولذلك أنا أنصح وأكرر في أخطاء يقع فيها البعض في الاستئجار، يستأجر عاملا أو يقول تعال كم قال إن شاء الله ما نختلف، تعال اشتغل معي يوم ما نختلف، أو احمل هذا العفش، ثم بعد أن ينتهي العمل تبدأ الخلافات. ولذلك ورد حديث وإن كان في مقال في البلوغ، إذا استأجر أحدكم أجيرا فليسمي له أجرته، أو كما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تسمية الأجرة. فكهنا فأن يكون معلوما قطعا للنزاع، أما إطلاق كما ربما يفعل البعض. الآن أعطيكم مثال أبا أقرب المسألة. الآن لجأ أحد من كل المطار وجد بعض حق التكاسي هذا غير الرسمي، الرسمي تعرف محددة الأجرة، اللي قلت فضل أركب معنا أركب معنا بكم قال الرجال اللي يجي؟ إذا ركب ووصل بدأت المشكلات وبدأ النزاع وبدأ الخلاف، هذا خطأ الحقيقة يقع كثيرا. فيحدثني شخص أنه يعني اتفق مع هذا الاتفاق سهل، لكنه يتوقع هذا 50 ريال وهذا أعطى وصلت إلى 200 ريال، وهذه مشكلات. فلذلك لابد من التحديد والوضوح في والبيان والله أعلم. قال يصح السلم فيه، مر معنا السلم وما هو الذي قال لا تصح بجوهر هكذا، لأن آية يفضي إلى التنازع. كل هذه الأشياء الجهالة والبيان كلها والتحديد حتى لا تفضي إلى الجهالة. منجم أي مؤجل، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود، قاله في الكافي. بنجمين فصاعدا أي أكثر من نجمين، في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد، لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، قاله في الكافي. يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما ومدته، لئلا يؤدي جهله إلى التنازع. ولا يشترط تساوي الأنجم، فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 جاز، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك. هذا الآن كله عن شرط وهو منجم. هو الحقيقة الكتابة غالبا أن تكون أقساط، يعني منجم أقساط. الآن تعرفون شركات الأقساط وما فيها، منجم أي أقساط. لكن شرط المنجم فيه نظر، لأن لو قال بعني نفسي قال بكم؟ قال 10,000. قال متى؟ قال كلها أوفيها لك بعد شهر، ما ناقص واحد، لا إشكال في هذا. لماذا نقول منجما؟ أيضا قد يأتي واحد منكم ويقول للمملوك للرقيق اشتر نفسك من سيدك وأنا أسدد عنك 10,000 كاملا، فيأتي الرقيق لسيده ويقول بعني نفسي، قال بكم؟ قال 10,000 دفعة واحدة. قال دفعة واحدة بس أعطني 3 أيام مثلا أو يومين أو غير ذلك، لأنه واثق أن فلانا سيسدد عنه. طيب افرض ما سدد عنه، ما صار شيء. إذا ما سدد عنه، إذا كان أصلا إذا بقي درهم من القسط أو قسط يرجع، فما في إشكال يعني. فالاشتراط الحقيقة أن يكون منجما فيه نظر. بعد أن رجحت هذا وجدت حديثا صحيح، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، بعد أن حررت المسألة في هذا الموضوع، وهي لقول عائشة لما جاءت بريرة وقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق، إني كاتبت أهلي يعني أقصد سيدها على 9 أواق يعني معنى منجمة، فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله تعالى إن شاء أهلك، إن أراد أهلك أن أعدها لهم فعلت. إيش معناه؟ نقد، معناه أنها ليست منجمة. وهذا الذي تم طبعا غير موضوع الولاء الذي ورد. فالشاهد إذن هذا دليل نص أنه لا يلزم أن تكون منجما، لكن أغلب الأحوال. لكن لو قال المؤلف
إن لم تكن منجمة أو فنقد، لكن إن كانت منجمة تأتي الشروط الأخرى، وأنه يعرف القدر والزمن. مثلا لا يقول خلاص بعني نفسي 10,000 سأعطيك كل قسط 1,000 ريال، ما يكفي. طيب 1,000 ريال كم؟ كل يوم 1,000 ريال، كل شهر 1,000 ريال، كل فلا بد من معرفة شيئين: مقدار القسط، وأيضا كما هو موجود الآن في البيع والبيوع على الأقساط كلها لا بد يضعون شيئين: القسط كم مقداره، والمدة، هل أنت تسدد شهريا أو 6 أشهر؟ تختلف الأجار كما تعلمون، ويختلف البيع والشراء، فلا بد من هذين الأمرين وضوحهما، لأنه إذا لم يتضحا حدث اختلاف وحدث إشكال. ولا مانع أن يكون في مقدم إذا استطاع، طبعا مقدم ليس قبل العقد، كما قلت لكم لو واحد وعده بعض المبلغ قال أنا سأساعدك بالبعض وأنت اشتغل الباقي وهكذا. فالشاهد أنه لا بد من الوضوح ومعلوم المدة والنقطة. طيب لو اختلف، لو مر قال القسط الأول بعد شهر، القسط الثاني بعد 3 أشهر، القسط الثالث بعد 5 أشهر، لا حرج. طيب لو اختلف القسط الأول 1,000، القسط الثاني 2,000، القسط الثالث 4,000، لا إشكال. المهم أن لا يكون هناك جهالة لا في المدة ولا في المقدار. جملة أول أيضا، هذه نقطة أخرى، أن يعرف جملة يقول كاتبت نفسي، لا يقول كل شهر 1,000. طيب متى ينتهي؟ 10 أشهر، 20 شهر، 30 شهر؟ لابد أن يقول 10,000، ففي كل شهر 1,000 معنى 10 أشهر وينتهي العقد، فيعرف المبلغ جملة ويعرف القسط كما يطبق تماما الآن في البيوع وغيرها، والله أعلم. نعم، الحديث هنا عندكم لأن علي رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر عن علي، الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف، فلذلك لا يحتج به هنا. نعم. ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب، على الكسب فيه، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح، قياساً على السلم، لكن السلم أضيق، قاله في تصحيح الفروع، وجزم في الإقناع بعدم الصحة، قال وصوبه في الإنصاف. هذا الآن يعني يقول الآن لو قال خلاص أنا أعطيتك على أقساط، ومن يوم نبدأ العقد كل ساعة تعطين 1,000، قال هذا غير واقعي، يعني هذا غير واقعي، لكن قال لا يشترط التحديد، إنما العرف في ذلك. ومرة أخرى أقول لا أجد حرجا في هذا الأمر، ربما أنه فعلا حتى يقول له ساعات ويأتي من يرزق الله سبحانه وتعالى ويعطيه، وإلا لأننا لو منعناه لم تتحقق الحرية، وإذا أجزنا قد تتحقق، وإذا ما استطاع، طيب هم يقول نخشى ما يستطيع، إذا ما استطاع يرجع كما كان، ما خسرنا شيء، بالعكس، بل ربما لو الآن كاتبه ثم ذهب للناس قال أعينوني يا ناس، أنا الآن مطلوب كل يوم مبلغ، أعانه الناس، لكن لو قال للناس أريد أن أكاتب فأعينوني، ربما ما أعانوه، هذا أمر واضح وظاهر. فأقول التشديد هنا في هذه المسائل هي اجتهادات الفقهاء رحمه الله خوفا من النزاع، ولا نزاع هنا، لأنه إذا لم يستطع أن يسدد ولو قسطا واحدا رجع مملوكا كما سيأتي. نعم. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، ويأتي حكمها، يقصد المكاتبة الفاسدة. نعم. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة، قدمه في الإقناع، واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث. نعم، هنا يقول أنها تكون كالبيع، لكن إذا كانت في مرض الموت من الثلث، لأن المملوك مال، وهذا واضح ومر معنا. نعم. ولا تصح إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا. طيب هذا في نظر، ويقول لا تصح إلا بالقول، يمكن تصح بالكتابة، طيب يمكن تصح بالإشارة، واحد أخرس ويعرف لغة الإشارة، فنقول تصح بكل ما دل عليها وأزال اللبس، كل ما دل عليها دلالة صريحة واضحة، فقد يكون إنسان أخرس ما يستطيع يتكلم ولا يعرف الكتابة، ليس أمامه إلا ماذا؟ إلا لغة الإشارة، وقد تصح بالكتابة. طيب يكتب هذا سؤال، هذا يجاوب بعني نفسي، هذا يقول نعم بكم، حتى تنتهي بدون أن ينطق كلمة واحدة. أما قضية المعاطاة، صحيح اللي قلنا في البقالات، تدخل البقالة وتأخذ الماء وتدفع ريال وتطلع، هذه معاطاة بدون كلام، وقلنا أنها جائزة تيسيرا على الناس، هذه ما تتم في الكتابة، لأن الكتابة فيها شروط،
والكتابة فيها تفصيل. فإذا جاء ما يدل على النطق، الأصل هو النطق لا شك، إذا جاء ما يدل على النطق من كتابة أو إشارة مفهومة لمن لا يقدر على الكتابة أو الكلام فإنها جائزة. ولماذا نشدد في هذه الشروط؟ الله أعلم. نعم. من جائز التصرف كالبيع، لكن لو كتب المميز صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها. نعم، يقول جائز التصرف، يعني المميز إن أجاز يعني الوكيل عليه جائز التصرف، لن يختلف أن يكون الأصل العقد فاسد كالمجنون أو غير المميز، هذا أصلاً العقد فاسد ما يصح، ما نقول على إذن الوكيل. أما هذا التصرف كالبيع الفضولي، البيع الفضولي صحيح كما حدث في من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية، فالبيع الفضولي يتوقف على إذن السيد. واحد إنسان أعطاك قال بع سيارتك، تقول ليش أبيع سيارتك؟ قال والله أنا ناوي أشتري السيارة أقل منها وصفها كذا وكذا، بس بعها وتصرف. فلما ذهب وباع السيارة وجد نفس السيارة التي أنت تريد دون أن تفوضه فاشتراها، هل يصح بيعه أو البيع فاسد؟ لا، ما نقول، نقول هذا بيع وشراء فضولي، ننتظر حتى يرجع لصاحب السيارة صاحب المال. قال والله ترى أنا وجدت سيارة ما أبغى أفوتها في المعرض، يحرج عليها وأنا خابرك تبغى سيارة. إن قال جزاك الله خير قبلت صح البيع، إن قال ما قبلت أنت من قال تصرف، هذا ما صح، يتحمل عاد هو أو يرجع، هذه مسألة أخرى، هذا البيع الفضولي. إذا في فرق بين أن يكون جائز في الأصل ولكن يتوقف على الإذن، أو أن يكون فاسدا في الأصل كمن لو باع إنسان غير ما يملك، هنا في هذه الحالة فاسد البيع أصلا، ما نقول أنه يتوقف على الإذن لأنه باع ما لا يملك. هذه مسائل دقيقة في البيع والشراء والتصرف. فهو يقول إن المميز هو الذي يعرف ويبيع، لكنه له وكيل له ولي، يصح تصرفه بس بعد إذن وليه أو الموكل به أو سيده، والله أعلم. نعم. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع ما جميع كتابته لا يبقى عبدا. نعم. الآن يقول إذا أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه السيد أو وليه، مثل ما قلنا المميز أو محجور عليه، الحجر يكون لصغر طبعا أو يكون لسفه، أو ففي هذه الحالة وليس للجنون، ففي هذه الحالة يقول تم عليه. لكن لو بقي قسط واحد، وهذه من المعاني الدقيقة سبحان الله التي في قضية المماليك، كما أن هناك غنم هناك غرم. كيف؟ قلنا سابقا لو أن واحدا شريكا أعتق نصيبه في مملوكه، فإنه في هذه الحالة يعتق بقية الآخرين وإن لم يعتقوا، والمال على من؟ على الذي اعتق الأول كما في الحديث، أو أن يعطى فرصة المملوك ليسدد مرة معنا. فكذلك هنا المملوك لو أنه كاتب سيده على 10 أقساط وأدى 9 تماما، بقي قسط واحد 1000، هنا في هذه الحالة يرجع جميعا ويصبح كل 9 الذي أخذها لصاحبه، لأنه الأصل هو أنه مملوك وما كسب لسيده. فطبعا هذا الحديث حسن الذي احتج به، هذا الحديث حسن، وسيأتي حديث أيضا تأكيد له. نعم. أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها. نعم. أيضا يقول أبرأ منه لو أنه قال له عليك 10 أقساط بعد ما أدى 5 أو 6 قال خلاص الباقي أعفيتك، هنا يعتق. إذن يعتق بماذا؟ إذا كمل الأقساط كاملة هذه سميت أنجم، يعني كمل ما عليه كاملا، أو يعتق تلقائيا ما يحتاج يقول أعتقتك، ما يحتاج. هذه مسائل أيها الأخوة، أنه في هذه الحالة ما يحتاج أن يقول بعد أن يقول تفضل القسط الأخير انتهيت انتهت، قال هل أنا عتيق؟ ما يأتي ذاك يقول انتظر، لا خلاص، منذ أدى واستلم السيد المال أو وليه وكيله خلاص عتق تلقائيا، لأنه قد تترتب أحكام شرعية كثيرة وبالدقيقة قد تترتب أحكام. الحالة الثانية يعتق لو أن بعد ما أدى 9 أو 7 أقساط من 10 قال له سيده والله أنت رأيت منك الخير
خلاص الباقي سامحتك. في هذه الحالة عتق. نعم. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، أي للمكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. نعم. وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه. هذا الحقيقة في نظر يا أخوان. يقول المؤلف لاحظوا، وإذا أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه من مال لسيده. أنا أقول في نظر هنا، سأعطيكم المثال. إنسان كاتب مملوكه رقيقه على أنه في ب10,000 ريال كل شهر 1,000، يوم 30 من الشهر يسلم له 1,000. طيب سلم 9 أقساط تم بقي عليه 1,000، ماشي. لما بقي عليه 1,000 طبعا من حق المملوك يسعى إلى آخر الشهر، استطاع يحصل 100,000. على كلام المؤلف قد يأتي السيد يقول لا، أنا اعتقتك الآن قبل القسط الأخير، عطني 100,000. هذا كلام منطوق، كلام المؤلف، وهذا في ضرر. ما دام ما جاء يوم 30 الذي حل، ما لك منها إلا 1,000. قد يكون رجل أهل من الخير قال خلاص تفضل، لأنه قال أنت الآن ما شاء الله في القسط الأخير، تريد تتأهل، تريد تتزوج، تريد تسكن، يحتاج من يساعده، وأهل الخير كثير. فلما علم سيده أنه معه 100,000 وما بقي له إلا 1,000 ريال قال أعتقتك. بناء على كلام المؤلف ما دام بقي هكذا، فهمت إذا في ملحظ الشيخ، فإنه يقول كل ما معه لسيده. يقول لا، لأنه عقد لازم في هذه الحالة ولا يحق له أن يفعل ذلك، والله أعلم. نعم. أو مات قبل وفائه، أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، نص عليه، لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء. هذا نعم، لو مات وهو ما سدد ولم يأتي الوقت هذا تختلف الحالة. نعم، هذا اختلفت الصورة، أما الأولى فلا. نعم. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال هو حر، ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه، لم يعتق لفساد القبض، وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض. هي هذه مسألة فيها دقة. يقول ماشي مع سيده، ويوم من الأيام جاء القسط الأخير وأعطاه. لما أعطاك خلاص أنت حر الآن، أنت حر. هو في الحقيقة ليس حرا، ليش؟ لأن العبد قد يكون سرق المال، قد يكون سرق المال، فاتضح أنه سارق لهذا المال. قال ففي هذه الحالة المال السيد ماله إلا الظاهر، وقال أنت حر، يجب يسترجع، ويسترجع المال يرجع على سيده ويأخذ المبلغ ليعطيه صاحبه. وفي الوقت نفسه قال طيب أنت قلت أنت حر خلاص، قال لا، أنا قلت حر بناء على أنك سددت ما عليك، ففي هذا لا يكون حرا في الحقيقة. هذا ما يتعلق في هذه المسألة، وهي مسألة أنا حرصا على ضبط النص. يبدو أننا لا نستطيع أن ندخل في الفصل الثاني، ما معنا إلا قرابة 3 ساعة، نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأننا ترتيب الأمر بإذن الله سننتهي ونقف على كتاب النكاح يعني في الحج، بمعنى أن نبدأ بعد الحج بإذن الله مباشرة في كتاب النكاح، إن لم نبدأ قبل ذلك. هذا ما يتعلق في هذا الأمر، والله أعلم.